حلقة جديدة من السلطة الرابعة، مرحبا بكم. جولة جديدة في المواقع المختلفة، ما هي القضايا ذات العلاقة بالواقع اليمني التي تناولتها تلك المواقع وكيف تناولتها؟ والبداية بالعناوين. لجنة حكومية يمنية توثق 17,000 انتهاك لقوانين الحرب في البلاد. ولد الشيخ يستأنف جولاته المكوكية بعد تمديد فترته 6 أشهر. اليونيسف: ملايين الأطفال اليمنيين قد تتعذر عودتهم إلى المدارس هذا العام. مرحبا بكم. البداية من وكالة الأناضول التي قالت إن لجنة حكومية يمنية وثقت 17,000 انتهاك لقوانين الحرب في البلاد، وقالت إنه في ظل الاتهامات الموجهة لهذه اللجنة بمحاباة التحالف العربي والقوات الحكومية، إلا أنها وثقت الانتهاكات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن دون تفصيل الانتهاكات التي ارتكبها كل طرف. أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان توثيقها ل 17,123 حالة انتهاك لقوانين الحرب من جميع أطراف النزاع المسلح في البلاد. جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة بالتزامن مع تحرك دولي تقوده هولندا يدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات التي طالت مدنيين خلال 2.5 عامين من النزاع. وذكرت في التقرير الذي قدمته على هامش الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أنها أكملت التحقيق في 10,594 حالة انتهاك بعد الاستماع إلى أكثر من 16,000 مبلغ وضحية وشاهد في جميع المحافظات اليمنية. وأشارت اللجنة إلى أنها تتهيأ لتسليم النائب العام ما يقرب من 3,000 ملف لوقائع انتهاكات لقوانين الحرب. تقول وكالة الأناضول: في ظل الاتهامات الموجهة للجنة المشكلة من قضاة وحقوقيين بمحاباة التحالف العربي والقوات الحكومية، فإن الانتهاكات التي وثقتها شملت جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن دون تفصيل الانتهاكات التي ارتكبها كل طرف. وبحسب تقرير اللجنة فقد توزعت الانتهاكات على 20 نوعا، شملت تجنيد الأطفال واستهداف مدنيين وزراعة ألغام أرضية والإضرار بممتلكات ثقافية وتاريخية والاعتداء على الطواقم الطبية واستهداف مستشفيات، إضافة للتهجير والاختفاء القسري. إلى الشرق الأوسط، وبعد تمديد فترة المبعوث الأممي إلى اليمن لمدة 6 أشهر، سيبدأ إسماعيل ولد الشيخ أحمد جولة جديدة من المشاورات في المملكة العربية السعودية والكويت وعمان بشأن أسس وضوابط استئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين. أكدت مصادر دبلوماسية عربية للشرق الأوسط أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيبدأ جولة جديدة من المشاورات في المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان بشأن أسس وضوابط استئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية وإنقلابيي اليمن لإيجاد التسوية الشاملة للأزمة اليمنية. وأكد مصدر دبلوماسي عربي آخر للشرق الأوسط أن الأمين العام للأمم المتحدة مدد للمبعوث الخاص إلى اليمن فترة 6 أشهر مقبلة، مؤكدا أن هناك دعما واسعا للمبعوث من الدول الراعية للسلام في اليمن. وقال المبعوث الأممي إلى اليمن: ما نكرره هو أن الوضع الإنساني أصبح كارثيا في اليمن، ونرى أن لكل الأطراف مسؤولية من خلال القانون الإنساني الدولي، ونذكر الأطراف بواجبها، والقضية رغم أنها أزمة إنسانية فإن حلها سياسي، وندعو الأطراف لمراجعة الحل السياسي المتمثل بمسألة ميناء الحديدة ومطار صنعاء وتسليم الرواتب والعودة للجان التهدئة والتنسيق من أجل الحل الكامل والشامل. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
خلال كلمته في المداولات العامة رفيعة المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن بلاده بذلت جهودا كبيرة من أجل تسوية النزاع في اليمن سلميا، إذ استضافت على مدى أكثر من 3 أشهر العام الماضي المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، معربا عن استعداد الكويت مجددا لاستضافة اليمنيين للتوقيع على اتفاق نهائي عندما يتوصلون إليه. من جهة أخرى، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع ولد الشيخ، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. واستعرض اللقاء أهم أبعاد الاتصالات التي أجرها المبعوث مؤخرا مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية المعنية بالأزمة في إطار السعي للتوصل إلى تسوية لها في أقرب فرصة ممكنة. وأكد أبو الغيط الموقف الثابت للجامعة العربية من الأزمة اليمنية الذي ينطلق من ضرورة بناء أي تسوية في هذا الشأن على مخرجات الحوار الوطني وعناصر المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفقا لما تم تأكيده في القرارات الصادرة عن القمة العربية التي انعقدت بعمان في مارس آذار الماضي واجتماع المجلس الوزاري العربي الشهر الحالي. وفي الخليج الإماراتية، مجلس التعاون الخليجي يقول إن المساعدات الخليجية لليمن بلغت خلال السنوات العشر الماضية 15 مليار دولار، وأن المساعدات بين السنوات 2015 و2017 بلغت 3 مليار دولار. أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز حمد العويشق أن ما قدمته دول المجلس من مساعدات لليمن تجاوز 15 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أن المساعدات المقدمة خلال الفترة من 2015 حتى أغسطس آب 2017 تجاوزت 3 مليارات دولار. وأوضح في هذا الصدد أن المساعدات الإنمائية بما في ذلك مساعدات الإنعاش وإعادة الإعمار تجاوزت 11 مليار دولار تم تخصيصها لمشاريع البنية التحتية خاصة الكهرباء والمياه والطرق وقطاعي الصحة والتعليم. كما ذكر أن مجلس التعاون تبرع بأكثر من 90 مليون دولار لوقف أزمة الكوليرا في اليمن. قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن ميليشيا الحوثي تختطف منذ 2015 أكثر من 20 صحفي، بينما يختطف تنظيم القاعدة صحفيا واحدا. أصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريرا يطالب فيه بالإفراج عن الصحفيين. رحبت النقابة بهذا البيان وأكدت أن الصحفيين المختطفين يتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية. قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن ميليشيا الحوثي تختطف 21 صحفيا بمناطق سيطرتها باليمن، في حين يحتجز تنظيم القاعدة صحفيا واحدا في محافظة حضرموت شرقي البلاد منذ 2015. ورحبت النقابة في بيان لها بتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان ومطالبته بإطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم، ومطالبته أيضا سلطة الأمر الواقع والحكومة اليمنية بتقديم الحماية الضرورية لهم. وأكدت النقابة دعمها أي مطالبات للإفراج عن الصحفيين المختطفين وتوفير الحماية للإعلاميين باليمن، ومساندتها مساعي الضغط لإيقاف مسلسل الانتهاكات الممنهجة بحق العاملين بمجال الإعلام. وأشارت إلى أن الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي منذ 2015 وتنظيم القاعدة يتعرضون للتعذيب ولمعاملة قاسية، ويحرمون من زيارة عوائلهم وحقهم بالحصول على الرعاية الصحية. واتهمت النقابة الانقلابيين بحجب أكثر من 150 موقعا إخباريا محليا وخارجيا، واقتحام عدد من مقرات وسائل الإعلام وإيقافها عن العمل. وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وصف العام 2015 بعام نزيف الدم الصحفي، حيث قتل فيه 14 إعلاميا وفقد مئات الصحفيين عملهم، ونزح المئات من الإعلاميين بعد وضع الميليشيا الإنقلابية يدها على كل المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية.
موقع يمن شباب ينقل عن وزير الخارجية الإماراتي قوله إن الحوثيين يعرقلون الحل السياسي في البلاد وأن بلاده ستستمر في دعم التحالف العربي الذي تقوده السعودية. جدد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد اتهامه لميليشيا الحوثي بعرقلة التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب في اليمن المستمرة منذ 3.5 سنوات، وندد الوزير الإماراتي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يقوم به الحوثيون الذين هدد زعيمهم مؤخرا باستهداف المدن الإماراتية بالصواريخ طويلة المدى، وأكد أن بلاده ستستمر في دورها الفاعل ضمن التحالف العربي لمساندة الشعب اليمني. وتوجه للإمارات التي تشارك بالتحالف الذي تقوده السعودية اتهامات بإضعاف سلطة الرئيس هادي من خلال تشكيل ميليشيا مسلحة تنازع سلطته بعدن والجنوب ودعم تشكيل مجلس انتقالي مناوئ للشرعية حسب ما جاء في تقرير للجنة خبراء العقوبات الدولية. أخيرا إلى الموقع بوست الذي نقل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة قولها إن عدم صرف رواتب المعلمات والمعلمين قد يحرم أكثر من 4 ملايين طفل يمني من العودة إلى مدارسهم هذا العام. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن عدم صرف رواتب المعلمين في اليمن قد يحرم نحو 4.5 مليون طفل من الالتحاق بمدارسهم هذا العام. وأضاف مكتب المنظمة في اليمن في تغريدة على تويتر أنه قد يتعذر عودة ملايين الأطفال في اليمن إلى مدارسهم هذا العام بسبب عدم صرف رواتب المعلمات والمعلمين لقرابة عام كامل. وفي سياق آخر أعلنت المنظمة أن هناك 44 طنا من المساعدات الإنسانية لليمن ستشحن عبر جيبوتي الاثنين القادم. نهاية جولتنا لهذا اليوم، السلطة الرابعة، دمتم في أمان الله. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.